اعتقد ان في مكاسب في الجوله او المرحله الاولى للبطوله العربيه. طبعا من ابرز اللاعبين في البطوله العربيه دي للنادي الاهلي هو حسام غالي. حسام غالي بيقدم بطوله كبيره جدا فعلا، يعني ليدر في الملعب، مدير فني فعلا في ارضيه الملعب، الشخصيه القياديه غير كده بقى فنيا حسام غالي عالي قوي في البطوله دي، معدل قطع الكرات بتاعه عالي جدا، معدل التمريرات الطوليه اكتر لاعب عامل تمرير طولي في النادي الاهلي، اللونج باص من ورا، اللاعب اللي بيبني الهجمه من تحت عالي، معدل خلق الفرص بتاعه عالي، معدل المحاولات كمان عالي. يمكن لو عرضنا الارقام بتاعته، هو لعب مباراتين اساسي ب 180 دقيقه عامل فيهم اسيست وصانع ثلاث فرص، دقه تمريراته القصيره 88%، عدد التمريرات الطوليه اكتر لاعب عامل في النادي الاهلي تمرير طولي من ورا كلونج باص، كلاعب عنده الرؤيه، لاعب ان هو ممكن يديك التمريره الحاسمه، يديك يوزع على الاطراف، عامل 22 تمرير طولي بنسبة دقة تمريراته كانت وصلت 77% اللي هو التمرير الطولي، ادي ارقامنا قدامه على الشاشة. يعني هو عامل 22 تمرير طولي نسبة نجاحها او نسبة دقتها 77%، ده رقم هايل. يعني لاعب اللي هو عنده الرؤية، اللاعب التمرير الطولي اللي هو بيعدي مثلا 10 او 20 ياردة، فده رقم كويس جدا. بالنسبة كمان في ارقام حسام غالي المميزة قوي هو نسبة المراوغات الناجحة. حسام غالي في البطولة دي مزاجه عالي قوي قوي، يعني المراوغات الناجحة بتاعته 9، رقم كويس جدا بالنسبه للاعب ارتكاز. يعني بالنسبه كمان لقطع الكرات، قطع الكره 22 مره في ماتشين، يعني بمعدل 11 في المباراه الواحده، ده رقم كويس جدا برضو. يعني كمان حاصل على 3 اخطاء، فالارقام بتاكد كمان ان يعني حسام غالي بصراحه بيقدم بطوله كبيره جدا في المباراتين اللي لعبهم. غير كده ان هو يعني لما كابتن حسام البدري غاب، لا وجود حسام غالي في ارضيه الملعب تحس فعلا ان فيه، مش محتاج بقى ان ايه كابتن احمد ايوب مثلا يدي التعليمات من بره او كده، لا حسام غالي جوه كان فعلا مدير فني في ارضيه الملعب. طيب طب خليني اكلمك احمد، يعني بالنسبه لحسام غالي الارقام دي بتقول هو متالق، ولكن في مباراه اولى هو ما اشتركش فيها، اعتقد ان هو لو كان موجود ايضا حسام في هذه المباراه كانت الامور فرقت مع النادي الاهلي الى حد ما. بالتاكيد، وده واضح جدا في المباراه الثانيه اللي الاهلي نفذ فيها الضغط العالي بشكل مثالي، واحده من افضل المباريات مش بس للاهلي، لاي فريق مصري في الفتره الاخيره اللي ينفذ فيها الضغط العالي بالكفاءه دي، وده كان لوجود حسام غالي. وكمان نقطه مهمه جدا من الارقام اللي قالها احمد، ان حسام غالي اتحرر شويه في ال 4-1 4-1 اللي لعب بيها الاهلي في مباراه الوحده. حسام غالي كان واخد حريه شويه من التكتيف الدفاعي اللي كان في بعض المباريات بيلعب بيه، وده كان بيأثر شويه على ارقامه وبيأثر شويه على المهام الهجوميه بتاعته. حسام غالي من اللاعب اللي عنده كوره، لاعب خط الوسط اللي عنده كوره، واللعيب ده دايما حتى في الامثله العالميه زي بيرلو زي تشافي، اللعيب اللي هو كل ما تدي له حريه كل ما يدي لك ابداع اكتر، وكل ما يدي لك جانب هجومي اكتر، وبيبقى بيتمثل ان هو لاعب ارتكاز بروح صانع العاب، ده حسام غالي. فانا اعتقد ان هو الحريه اللي خدها حسام غالي واللي لسه هياخدها كمان الفتره الجايه مع تغير فلسفه كابتن حسام البدري زي ما قال احمد، التحرر من الحذر اللي لعب بيه في السيزون اللي فات واللي كان واضح جدا يمكن في النص الاول من السيزون اكتر. يعني هو تدريجيا ابتدى لما ابتدى الاهلي يتقدم في بطوله الدوري وابتدى الى حد ما يضمن البطوله بعض الشيء، شفنا تحرر لغايه ما شفنا مباراه الزمالك الاخيره، وشفنا الفلسفه اللي لعب بيها كابتن احمد ايوب في المباراه الثانيه قدام الوحده كانت قريبه جدا من الفكر اللي هيلعب بيه كابتن حسام البدري الفتره الجايه. فانا اعتقد ان حسام غالي طبعا لو كان موجود في مباراه الفيصلي كان بالتاكيد هيضيف للنادي الاهلي. طيب نجاحه في اداء هل بيساعده اللي جنبه؟ يعني ما بنشوفه في اوقات بيبقى موجود جنب عمرو السوليه، اوقات جنب حسام عاشور، بتشوف ان حسام غالي تالقه الاكثر هل جنب حسام ولا عمرو السوليه في المرحله اللي جايه؟ والله يعني انا بقول لك المرحله الجايه، المرحله اللي فاتت حسام عاشور وحسام غالي طبعا هم يعني كان على طول حافظين بعض، بس انا بكلمك في المرحله اللي جايه مهمه جدا. يعني بالنسبه هو طبعا ده هيبقى طبعا للخصم اللي انت بتلعب معاه، بعض الخصوم لازم وجود لاعب زي حسام عاشور، لاعب هولدنج صريح اللي هو اللاعب الارتكاز اللي بمهام دفاعيه بحت، ان كان حتى لو مش موجود حسام عاشور هيبقى بديله اكرم توفيق. صعبه جدا انك تلعب بحسام غالي وعمرو السوليه قدام فريق عنده كثافه عدديه في نص الملعب وعنده ضغط بينفذ ضغط عالي او بيلعب بشكل، يعني انت لو مكان كابتن حسام البدري في مباراه الترجي مثلا، لا مباراه الترجي لازم يكون فيه هولدنج صريح سواء حسام عاشور او اكرم توفيق، لازم طبعا لان هم عندهم خط وسط قوي جدا. حسام غالي ولا عمرو السوليه مثلا؟ حسام غالي. حسام غالي، حسام عاشور وحسام غالي، او لو مش حسام عاشور يبقى اكرم توفيق. اوكي.